المطلوب هنا انه كومبلي ذا فلوينج تيبل. الجدول اللي معطيني اياه هنا معطيني داله جي اوف اكس داله اف اوف اكس ومعطيني هنا الكومبنسيشن فانكشن الاف كومبنسيت جي اوف اكس. فبالتالي هنا مجموعه من الفراغات لازم انا اكملها. فلذلك مطلوب من عندي حل. هسه بالنسبه للاول انه اذا كانت الجي اوف اكس 1 على اكس ناقص 1 الاف اوف اكس مطلق اكس اوجد الاف اوف جي اوف اكس. القاعده اللي عندنا هنا انه انا هذه الداله اللي موجوده عندي هي الاف اوف اكس اعوض عن كل اكس موجود بها بدلاله قيمه الداله الاكس فالجي. فمن عندي هسه حل بالنسبه للحد الاول. بالنسبه للحد الاول هنا نقول هسه اولا النقطه رقم 1 الاولى انه الحل مالتها راح يكون عندي انه الاف اوف جي اوف اكس راح يكون مساوي الى هو عبارة عن مطلق واحد على مطلق اكس ناقص واحد. زين النقطة رقم 2 النقطة رقم 2 هنا مطيني انه فراغ مطيني الاف اوف اكس اكس ناقص واحد على اكس ومطيني الاف اوف جي اوف اكس اكس على اكس زائد واحد. زين القاعدة اللي عندنا انه انا عوضت عن كل اكس بالدالة اللي هنا بقيمة الجي اوف اكس فصار الناتج هذا. بمعنى انه راح يكون عندنا انه جي اوف اكس نقطة رقم 2 ناقص 1 على جي اوف اكس سوالي الاكس على اكس زائد 1. زين فبالتالي هسه من هذه المعادلة راح يصير عندنا هنا انه 1 ناقص 1 على جي اوف اكس باعتبار هذه هي اختصار. فيصير عندي 1 ناقص 1 على جي اوف اكس تساوي اكس على اكس زائد 1. ومن عندها راح يصير هنا عندنا انه 1 ناقص اكس على اكس زائد 1 تساوي 1 على جي اوف اكس. هذه المعادله من عندها هسه ارتبها راح يكون عندي هنا انه 1 على اكس زائد 1 رياضيا تساوي لنا راح يكون عندي يعني هذه 1 ناقص اكس على اكس زائد 1 يساوي لي 1 على جي اوف اكس. او انه نقول انه 1 على اكس زائد 1 راح تكون مساويه الى 1 على جي اوف اكس. هذه هنا توحيد مقامات رتبنا المعادله بهذا الشكل. ومن عندها راح يكون عندنا انه جي اوف اكس راح تكون مساويه اكس زائد 1. بالنسبه للنقطه رقم 3 النقطه رقم 3 انه مطيني الجي اوف اكس هنا أنا عندي فراغ جذر اكس يساوي لي مطلق اكس. فبالتالي هنا النقطه رقم 3 بنفس الاسلوب راح اقول بما انه جذر الجي اوف اكس يساوي مطلق اكس هذا يعني انه مقدار قيمه الجي اوف اكس يساوي لي اكس تربيع. جي اوف اكس تساوي اكس تربيع لانه عندنا من خصائص داله المطلق انه هي عباره عن تكتب تحت الجذر اكس تربيع تساوي لي مطلق اكس. فبالتالي هذه تمثل مقدار قيمه الجي اوف اكس. زين نقطه رقم 4 النقطه رقم 4 انه مطيني بالعكس مطيني الكومبنسيشن فانكشن الناتج عن يعني الكومبنسيشن ما بين الاف والجي هو مطلق اكس ومطيني الجي جذر اكس ومن هنا فراغ. فبالتالي القاعده اللي عندنا هنا انه شنو الناتج اللي ولدنا يعني اف اوف نقول اف اوف جذر اكس يساوي لي مطلق اكس. فارجع بنفس الخاصيه اللي هنا كتبتها اقول اذا من هذه المعادله منو اللي الداله اللي ينطبق عليها انه لو كان عندي فانكشن للجذر اكس يساوي اكس تربيع مطلق اكس يعني هي داله اقول من هذه المعادله اف اوف اكس تساوي لي اكس تربيع وهذا طبعا من خصائص داله المطلق. هسه هذا سؤال. عندي سؤال ثاني متعلق بداله الكومبنسيشن انه او من خصائص الكومبنسيشن او خلينا نقول جنريشن فانكشنز. السؤال هنا اذا كانت الاف اوف اكس هي عباره عن 2 اكس تكعيب ناقص 4 فايند ا فانكشن اوجد الداله واي تساوي جي اوف اكس بحيث انه الكومبنسيشن فانكشن ما بين الاف والجي يساوي لي اكس زائد 2 يعني هنا المجهول هو داله الجي اوف اكس. زين هنا ايش راح يكون عندي؟ اولا عمليه الكومبنسيشن انه حسب القاعده اعوض عن كل اكس بالداله الاولى بقيمه الداله الثانيه. يعني نقول بما انه
2 جي اوف اكس الكل تكعيب ناقص 4 ساوت لي الاكس زائد 2. هذا يعني انه مقدار قيمة الجي اوف اكس الكل تكعيب يساوي لي هسه هذه اكس زائد 2 زائد 4 يصير زائد 6 على 2، يعني اكس زائد 6 على 2. او نقول اذن الجي اوف اكس هي عبارة عن تحت الجذر اكس زائد 6 على 2، والجذر هو جذر تكعيبي.